بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا أعزائي طلبة الصف الثالث ثانوي. سنقوم في هذا الفيديو بعمل مراجعة سريعة على بعض الأسئلة الهامة في مادة التاريخ. فلنبدأ بالسؤال الأول. السؤال الأول: تخير الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس لكل عبارة مما يأتي. رقم 1: جاءت الحملة الفرنسية على مصر عام 1798 ميلادية في عهد. الاختيارات هي: مجلس الأمة، الجمعية التشريعية، المؤتمر الوطني، حكومة الإدارة. الإجابة الصحيحة هي: جاءت الحملة الفرنسية على مصر عام 1798 ميلادية في عهد حكومة الإدارة. رقم 2: أنشئت في عهد سعيد محاكم جديدة للفصل في المسائل المدنية والتجارية عرفت باسم مجالس. الاختيارات هي: الأحكام، التجارة، الأقاليم، القوانين. الإجابة الصحيحة هي: أنشئت في عهد سعيد محاكم جديدة للفصل في المسائل المدنية والتجارية عرفت باسم مجالس الأقاليم. رقم 3: تراجع الخديوي عباس حلمي عن سياسة التشدد مع الاحتلال بعد حادثة. الاختيارات هي: فاشودة، القاهرة، دونشواي، الإسكندرية. الإجابة الصحيحة هي: تراجع الخديوي عباس حلمي عن سياسة التشدد مع الاحتلال بعد حادثة فاشودة. رقم 4: عقد معاهدة بورتسموث مع الإنجليز رئيس الوزراء. الاختيارات هي: بكر صدقي، صالح جبر، مصالي الحاج، محمد نجيب. الإجابة الصحيحة هي: عقد معاهدة بورتسموث مع الإنجليز رئيس الوزراء صالح جبر. رقم 5: المعاهدة التي أنهت العدوان بين السعودية واليمن معاهدة. الاختيارات هي: السلام، الطائف، 1930 ميلادية، 1936 ميلادية. الإجابة الصحيحة هي: المعاهدة التي أنهت العدوان بين السعودية واليمن معاهدة الطائف. رقم 6: رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في يناير 1972 ميلادية. الاختيارات هي: أحمد إسماعيل، جمال عبد الناصر، سعد الدين الشاذلي، عبد الغني القمصي. الإجابة الصحيحة هي: رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في يناير عام 1972 ميلادية هو عبد الغني القمصي. ننتقل إلى السؤال الثاني. مرت مصر في تاريخها الحديث بالعديد من الأحداث التاريخية والتي تركت أثرا على أحوال مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية. في ضوء العبارة السابقة وضح. رقم 1: الإجراءات التي اتخذها محمد علي لتطوير الإنتاج الصناعي. اتخذ محمد علي عددا من الإجراءات الهامة لتطوير الإنتاج الصناعي لتطوير الإنتاج الصناعي، منها ما يلي: رقم 1: إقامة مصانع حكومية تتبع الدولة مباشرة كالقطاع العام. رقم 2: إجبار مشايخ الحارات على جمع الصبية للعمل في مصانع الدولة إجباريا فأصبحت بمثابة مدارس صناعية. رقم 3: تخصيص بعثات للخارج منذ فترة مبكرة لدراسة فنون الصناعة. وضح الأوضاع السياسية لمصر تحت الاحتلال الإنجليزي. بعد الاحتلال الإنجليزي لمصر كانت الأوضاع السياسية كالتالي: رقم 1: تبقى السلطة في يد الخديوي ووزارته تحت إشراف الإنجليز. رقم 2: استمرار تبعية مصر للدولة العثمانية منعا لإثارة السلطان. رقم 3:
العمل على طبع الإدارة المصرية بالطابع الإنجليزي. رقم 4، إلغاء بعض الإدارات ذات الصبغة الدولية في مصر وفي مقدمتها نظام المراقبة الثنائية. رقم 5، إلغاء مجلس النواب وإقامة مجلس سوري عرف بمجلس شورى القوانين وإلى جواره جمعية عمومية سورية ومجالس للمديريات. ما هي جهود وزارة الشعب عام 1924 ميلادية في النهوض بالتعليم؟ قامت وزارة الشعب عام 1924 بزيادة ميزانية وزارة المعارف، كذلك وضعت قانون التعليم الإجباري. ننتقل إلى السؤال الثالث، حدد أي العبارات الآتية صحيحة وأيها خطأ مع ذكر السبب في الحالتين. رقم 1، رفض مراد بيك حكم الصعيد تحت الحكم الفرنسي أثناء قيادة كليبر للحملة الفرنسية، العبارة خاطئة، حيث وافق مراد بيك حتى لا يعود الأتراك مرة أخرى. رقم 2، وضع الفريق سعد الدين الشاذلي خطة المآذن العالية لحرب 1973 ميلادية، العبارة صحيحة، فهو الرأس المدبر للهجوم الناجح على خط بارليف، كذلك شارك في وضع خطة عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف وقام بتنفيذها وسميت باسم المآذن العالية. ننتقل إلى السؤال الرابع، ما النتائج المترتبة على كل مما يأتي؟ رقم 1، مقاومة أهالي الصعيد للحملة الفرنسية. نتج عن مقاومة أهالي الصعيد للحملة الفرنسية ما يلي: رقم 1، فشل القوات الفرنسية في إخضاع الصعيد إخضاعا تاما. رقم 2، ظلت القوات الفرنسية تحارب حربا واسعة مترامية الأطراف من الجيزة شمالا حتى أسوان جنوبا ومن القصير شرقا حتى واحات الصحراء الغربية دون أن تخضع البلاد. رقم 3، أخذت المقاومة في الصعيد شكل الشعور الوطني تجاه الأجانب. رقم 4، تعاظم هذا الشعور وتبلور عند مواجهة محاولة إنجلترا دخول مصر بعد ذلك عام 1807 ميلادية. ما النتائج المترتبة على حرب أكتوبر عام 1973 ميلادية على المستوى الاقتصادي والسياسي؟ أولا، على المستوى الاقتصادي أعلن الحظر الكامل على الصادرات من البترول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. اتخذت الدول العربية المنتجة للبترول قرار بتخفيض إنتاجها من البترول. استخدام البترول كسلاح ضغط على الولايات المتحدة من الدول الأوروبية للاستجابة إلى الحق العربي. ثانيا، على المستوى السياسي اعتذار بعض دول حلف الأطلنطي من عدم تقديم تسهيلات للولايات المتحدة للهبوط والتزود بالبترول في مطاراتها وإقامة جسر جوي طويل لنقل الإمدادات إلى إسرائيل، وذلك حرصا على عدم إثارة العرب ضدها ورفض الدول المنتجة للبترول إمدادهم بالبترول وإيمان بعض تلك الدول بعدالة القضية العربية. وفي الختام أتمنى أن تكون الأسئلة مفيدة، وشكرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.